أسعد الله مساءكم. في عناوين النشرة: مواجهات الجنوب تزداد سخونة، والعدو يوسع استهدافاته إلى البقاع الغربي، نيران المستعمرات الإسرائيلية تستعر، وبن غفير يهدد بيروت من جديد، حماس لمجلة تايمز نفذنا هجوم السابع من أكتوبر لوقف مساعي التطبيع، الاشتراكي يطلق مبادرته الرئاسية اليوم بلقاءات مكثفة مع مختلف القوى مبتعدا عن التسميات. أما البداية: من غارة من مسيرة معادية استهدفت سيارة في البقاع الغربي، وحرائق كبيرة في كريات شمونة عقب سقوط صواريخ أطلقها حزب الله. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات اللبنانية، حيث أغارت مسيرة معادية على سيارة بين يحمر ولباية في البقاع الغربي، ما أدى إلى وقوع جرحى بحسب بعض المواقع الإخبارية. كما أغارت مسيرة معادية على بلدة الناقورة، كما تعرضت أطراف بلدتي علم الشعب وطير حرفة لقصف مدفعي معاد من الأعيرة الثقيلة. في المقابل، أعلن حزب الله عن شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية استهدف لواء حرمون في سكنة معالي جولاني في الجولان السوري المحتل، مشيرا إلى أن الهجوم استهدف أماكن وتموضع ضباط وجنود العدو وحقق إصابات مؤكدة في صفوفهم. كما استهدفت المقاومة سكنة راميم بالقذائف المدفعية الثقيلة، في حين ذكرت إذاعة العدو أن جنديا أصيب بجروح متوسطة بسبب شظايا اعتراض صاروخ فاشل قرب صفد. كذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الحرائق التهمت آلاف الدونومات في الجليل الأعلى، مضيفة أن الحجم الحقيقي للأضرار لا يزال مجهولا. بالإضافة إلى ذلك، أفاد مستشفى صفد أنه استقبل 16 مصابا جراء حرائق كريات شمونة، بينهم 7 جنود من جيش العدو. واشتعلت حرائق كبيرة في كريات شمونة عقب سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من جنوب لبنان. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن اجتماعا لمجلس الحرب سيعقد الليلة لمناقشة التصعيد على الجبهة اللبنانية بطلب من حزب جانتس. وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد قد صرح أن الشمال يشتعل ويحترق معه الردع الإسرائيلي. في هذا الوقت، نفى المتحدث الرسمي باسم السفارة البريطانية في بيروت التقارير التي أشارت إلى أن المملكة المتحدة ألمحت إلى عملية عسكرية إسرائيلية في لبنان، ناهيك بإرسال رسالة دبلوماسية إلى السلطات اللبنانية عن أن إسرائيل ستنفذ عمليات عسكرية في حزيران، وشدد على أن المملكة المتحدة تواصل العمل مع الطرفين على تهدئة التوترات بين إسرائيل ولبنان، ويرتكز تواصلها مع الطرفين على تهيئة الظروف اللازمة للاستقرار والأمن على الخط الأزرق. وختم المتحدث القول: نحن واضحون أن الصراع ليس في مصلحة أحد. قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير أنه لو أسندت إلي المسؤولية عن المقاتلات والصواريخ لعرف حزب الله كيف يبدو رد إسرائيل الحقيقي. وكان بن غفير قد دعا حكومته لضرب بيروت انتقاما لما شهدته منطقة الجليل في شمال فلسطين جراء رد حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية. كذلك هدد بن غفير باقتحام الأقصى خلال مسيرة الأعلام الاستيطانية والاستفزازية غدا الأربعاء لمناسبة ما يسمى إسرائيليا بيوم القدس. من ناحيته، قال غازي حمد وهو المتحدث باسم حركة حماس لمجلة تايمز الأمريكية إن هجوم الحركة على إسرائيل في 7 أكتوبر كان لوقف مساعي السلام الإسرائيلية مع دول عربية. وقال حمد: لقد خططنا لعملية 7 أكتوبر لأن إسرائيل تعتقد أنها تستطيع صنع السلام مع أي شخص، ويمكنها التطبيع مع أي دولة، ويمكنها قمع الفلسطينيين. وأكمل في تصريحاته حول أسباب الهجوم: لذلك قررنا أن نصدم الإسرائيليين من أجل إيقاظ الآخرين، ودائما على حد تعبيره لمجلة التايمز كما قال. في هذا الوقت، التقى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقر كاني، حيث جدد نصر الله تقديم تعازيه بمقتل الرئيس الإيراني ووزير خارجيته. وأوضحت العلاقات الإعلامية في حزب الله أنه جرى استعراض آخر التطورات السياسية والأمنية في جبهتي غزة ولبنان والحلول المطروحة والاحتمالات القائمة حول تطور الأحداث، مشيرة إلى أن نصر الله شكر للجمهورية الإسلامية وقوفها الدائم إلى جانب شعوب المنطقة وحركات المقاومة والموقف الثابت والراسخ
رغم كل العقوبات والتهديدات. وفي وقت لاحق اجتمع وزير الخارجية الإيراني في العاصمة السورية دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد، الذي قال إن المقاومة ضد الاحتلال بأشكالها كافة ستبقى مبدأ أساسيا وخيارا استراتيجيا باعتبارها النهج الصحيح في مواجهة الأعداء. وكان باقري التقى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ووفد ممثلي الفصائل الفلسطينية في سفارة إيران في دمشق. وإلى الأخبار المحلية، الحزب الاشتراكي يجول على عدد من القيادات السياسية في سبيل إيجاد الحلول للملفات العالقة، لا سيما انتخاب الرئيس. بتكليف من النائب السابق وليد جنبلاط وفي إطار مبادرة الحزب التقدمي الاشتراكي تجاه القوى السياسية، قام الوزير السابق غازي العريضي بزيارة كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، في محاولة لتحفيز مختلف القوى السياسية على الحوار والتشاور من أجل إنجاز الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية وتجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان. كما كان تحرك باتجاه معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية وفدا ضم النائب تيمور جنبلاط والنواب مروان حمادي أكرم الشيب وائل بوفاعور في حضور النائبين غسان حصباني ونزيه متى شيب. وبعد اللقاء شدد على ضرورة الوصول إلى رئيس يجمع ولا يفرق. من الضروري البحث الجدي عن المشترك فيما بين القوى السياسية بمحاولة الوصول إلى رئيس وفاقي يجمع ولا يفرق، يخرج البلاد من المأزق الحالي، وهذا لا يكون برأينا إلا بالتلاقي، بالحوار أو بالتشاور كما أسماه مؤخرا الرئيس بري. وبعد الظهر عقد لقاء بين وفد من اللقاء الديمقراطي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في بيرنا الشلوحي، حيث شدد النائب بلال عبد الله بعد اللقاء على أن أي من الأفرقاء لا يستطيع الوصول إلى رئيس، وبالتالي لابد من التوافق. اليوم من خلال النقاش مع الزملاء الكرام ومع من سبق ومع من سيلي نحاول إيجاد صيغة مرنة تؤدي إلى شكل من أشكال التشاور والنقاش فيما بيننا كلبنانيين، لأنه كما ذكرنا سابقا ونؤكد اليوم توازنات المجلس النيابي والأسس الدستورية التي تحتم نصاب 86 وتحتم في الدورة الثانية أكثرية 65 هي غير متوفرة لدى أي فريق. بدوره الوزير السابق سيزار أبي خليل شدد على أن الحوار يوصل إما إلى التوافق أو إلى الانتخاب. الحوار يجب أن يوصل حكما إما للتوافق على رئيس أو الذهاب إلى الانتخاب تطبيقا للدستور في حال تعذر الاتفاق. نحن نلتقي مع الأستاذ جنبلاط بما يمثل ومن يمثل، ومستعدون للتعاون في كل ما من شأنه تأمين مصلحة اللبنانيين وحفظ الوحدة الوطنية وبناء الدولة على قاعدة الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين. وصل قائد الجيش العماد جوزيف عون والكاردينال ماربشارا بطرس الراعي صباح اليوم على متن طوافة عسكرية إلى منطقة البقاع، وقد بدأت المحطة الأولى بالزيارة إلى كنيسة سيدة رأس بعلبك العجائبية في رأس بعلبك، حيث كان في استقبالهم وفود شعبية من قرى البقاع الشمالي، مطارنا، رجال دير، رؤساء بلديات، مخاتير وفعاليات. وبعد الزيارة الأولى للكنيسة تم افتتاح طريق المعلقة الفاكهة في البقاع الشمالي. وزار الراعي وقائد الجيش والوفد المرافق كنيسة مارلياس للروم الملكيين الكاثوليك في بلدة القاع على الحدود اللبنانية السورية، حيث كان في استقبالهم وفود شعبية من منطقة البقاع الشمالي، ومن ثم دشن طريق مرمرون الذي يربط كنيسة مرمرون ومزار مغارة مرمرون على ضفاف العاصي بالطريق الرئيسي بحضور وفود شعبية من مختلف المناطق اللبنانية. وبدوره رحب المطران رحمي بالراعي وقائد الجيش خلال زيارة مغارة مرمرون على ضفاف العاصي، معتبرا أن عودة المسيحيين إلى هذه المنطقة يعني عودة الإنماء والاقتصاد إلى بعلبك الهرمل، مؤكدا أنه يجب على كل مسيحي العالم أن يأتوا إلى مغارة مرمرون كي يحجوا ويزوروا المكان الذي لجأ إليه وعاش فيه القديس مارون. في بكفية التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس حزب الحوار النائب فؤاد مخزومة، وجرى عرض لآخر المستجدات. وقد أكد رئيس الكتائب على استمرار التنسيق المشترك على صعيد المعارضة وتسهيل انتخاب الرئيس، وبدوره شدد مخزومة على تخطي الشكليات للوصول إلى المضمون، فالبلد بحاجة إلى رئيس للجمهورية والعالم بأجمعه يطلب منا العمل على تقريب وجهات النظر في هذا
الإطار. عندنا عمل مشترك عم نقوم فيه على صعيد المعارضة من أجل الدفع باتجاه انتخاب رئيس جمهورية، لأنه نحن منريد رئيس جمهورية، عكس يمكن البعض يلي عم بيعمل كل شيء تيعرقل مسار الانتخابات الرئاسية. نحن بهمنا نسهل وندفع باتجاه انتخاب رئيس جمهورية يعيد للبنان حياته المؤسساتية ويعيد للبنان الأمل بالمستقبل، وتكون باب لنا كرمال نرجع نستعيد دور لبنان على صعيد المنطقة وعلى صعيد العالم، نرجع نشتغل من خلال المؤسسات لاستعادة سيادة الدولة ووضع لبنان على سكة صحيحة من أجل الإنقاذ الاقتصادي يلي للأسف محطوط بالتلاجة صار له أكثر من 5 سنوات 6 سنوات. نحن موقفين شغل ما عم بيصير فيه ولا أي خطوة إلى الأمام، وكله هيدا بسبب تعطيل حزب الله لكل المسارات الديمقراطية ولكل مسار إعادة تفعيل المؤسسات. الشغل هو لمصلحة لبنان، المشروع الوطني بدنا نتخطى الشكليات ونوصل للمضمون. هذا البلد اليوم بدنا رئيس جمهورية، العالم كله عم يطلب منا انه نقرب وجهات النظر تيكون عن رئيس جمهورية. اذا ما صار في انتظام للدولة وابتدينا بانتخاب رئيس جمهورية، ما في لا نطبق الاصلاحات لا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ولا عملية فتح لبنان للاستثمارات واعادة الثقة بهالبلد. وبالعودة إلى زيارة البطريرك الراعي وقائد الجيش إلى منطقة البقاع، فقد أشاد البطريرك الراعي بجهود قيادة الجيش لحفظ الأمن والوطن وتعزيز الروابط بين اللبنانيين عبر فتح طرقات جديدة، في حين أن البعض يعمل على إقفال الطرقات وإضعاف هذه الروابط آملا في ألا تبقى أي منطقة في لبنان معزولة عن أبنائها وعن بقية المناطق. وشدد الراعي على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في المجلس النيابي في أسرع وقت ممكن، انطلاقا من دور الرئيس كرمز لوحدة الوطن. كما ألقى العماد القائد كلمة أكد فيها أن ما من منطقة بعيدة بالنسبة إلى الجيش لأن مراكزه منتشرة على كل مساحة الوطن وعسكريوه جاهزون لخدمة أهلهم أينما كانوا انطلاقا من مسؤوليتهم ومهمتهم المقدسة. وقال: ارتأينا منذ سنوات أن يكون لهذه المنطقة الحدودية اهتمام خاص من قبلنا، سواء عبر إنشاء مراكز حدودية جديدة أو تحسين المراكز الموجودة سابقا، إضافة إلى تخصيص جزء من المساعدات التي يتلقاها الجيش من محبين وأصدقاء لبنانيين وأجانب لإنشاء شبكة طرقات تربط هذه المناطق ببعضها. وأيضا أعرب عن أمله في أن يستعيد لبنان بريقه ويستقيم عمل المؤسسات لتقوم بدورها وواجباتها الوطنية كما يجب، كما قال قائد الجيش. حزب الكتائب وفي اجتماع مكتبه السياسي دعا إيران لمقاومة إسرائيل بدل اعتبار لبنان مهد المقاومة ومفاوضة الأمريكيين سرا. إن المكتب السياسي يحمل حزب الله المسؤولية الكاملة عن جر لبنان إلى هذا الوضع المتفجر في عز المفاوضات الجارية لوقف القتال بين إسرائيل وحماس، في ترجمة واضحة للموقف الإيراني الذي استبق كل النتائج بإعلان رفض أي وساطات لوقف المجازر الدائرة، فيما المطلوب بذل مساعي جدية للتوصل إلى حل نهائي ينهي مأساة الشعب الفلسطيني ويمنحه حقه بدولة قابلة للحياة. ويعتبر المكتب السياسي أنه كان من الأجدى بوزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باكري، الذي اعتبر أن بيروت هي مهد المقاومة ضد إسرائيل، أن يعلن المقاومة من بلاده بدل أن يكشف عن حصول مفاوضات سرية بين بلاده والولايات المتحدة في سلطنة عمان. يرفض المكتب السياسي كلام أمين عام حزب الله الذي أعاد اللبنانيين عقودا إلى الوراء بفتح صفحة العد من جديد والتهويل بالأحجام في خطاب أقل ما يقال فيه أنه تفريقي تقسيمي. وفات نصر الله أن لبنان لا يقوم على التعداد وأن الأحجام لم تجلب لأصحابها الانتصارات، والتاريخ البعيد والقريب شاهد على ذلك. تتابعون النشرة بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. الرئيس بري تابع المستجدات مع النائب الياس بوصعب، والتقى المنسقة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان وأبرق لولي عهد الكويت مهنئا.
رئيس مجلس النواب نبيه بري تابع المستجدات السياسية وشؤونا تشريعية خلال لقائه نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، والتقى في مقر الرئاسة الثانية في عين تيني سفير طاجكستان في لبنان والكويت، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين. كما استقبل رئيس المجلس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جانين هينيس في زيارة بروتوكولية بمناسبة توليها منصبها الجديد كرئيسة لبعثة مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا. الزيارة كانت أيضا مناسبة جرى خلالها عرض للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. على صعيد آخر، أبرك الرئيس بري لصاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك صباح مهنئا بمناسبة تعيينه وليا للعهد في دولة الكويت. وقال الرئيس بري في برقية التهنئة: ننتهزها مناسبة لنؤكد استعدادنا العمل لتطوير صيغ التعاون المشترك في مختلف المجالات ما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبينا في التقدم والازدهار. نشاط الرئيس ميقاتي في السراي في هذا التقرير. التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المنسقة الخاصة الجديدة للأمم المتحدة في لبنان بحضور المنسق المقيم للأمم المتحدة عمران ريزا. الرئيس ميقاتي كان قد التقى النائب جميل عبود الذي عرض لخرائط من أجل تعبيد طرق طرابلس والميناء. كما التقى رئيس الحكومة رئيس الهيئة التأسيسية لنقابة عمال المعاينة الميكانيكية في لبنان حسن الحسن الذي عرض لموضوع المعاينة الميكانيكية وأوضاع الموظفين إذ أنهم منذ سنتين من دون عمل، وشدد على أهمية المعاينة الميكانيكية خصوصا بعد ازدياد نسبة الحوادث. وقد أبدى الرئيس ميقاتي كل التجاوب. استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى الهيئة الإدارية لجمعية متخرجي جامعة بيروت العربية برئاسة المحامي عمر اسكندراني، واطلع الوفد المفتي على أعمال ونشاطات الجمعية والرؤية المستقبلية في تطوير عملها. ومن دار الفتوى لفت النائب محمد سليمان إلى أنه وضع سماحته بصورة تحرك تكتل الاعتدال الوطني كمبادرة للتلاقي لانتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن. حطيناه بصورة تحركنا كتكتل الاعتدال الوطني التي نقوم به في مبادرة للتلاقي ولانتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن في ظل هذه الظروف الخطيرة التي تمر بها البلاد. وأكدنا لسماحته أنه نحن ما حنتخلى عن مسؤولياتنا الوطنية تجاه بلدنا. المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز الذي عقد اجتماعه الشهري برئاسة شيخ عقل الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت، دعا القوى السياسية اللبنانية كافة إلى التجاوب مع المبادرات الوطنية المطروحة مجددا ومع المساعي الداخلية والخارجية الهادفة للوصول إلى توافق. وعبر المجلس عن قلقه العميق إزاء استمرار الأزمة الدستورية وسيطرة الفراغ المستشري الذي يضع الدولة بأكملها رهينة انتظار مجريات المنطقة. كما دعا المجلس مجددا إلى التمسك بوثيقة اتفاق الطائف الوطني المنصوص عليها في الدستور. ومن جهة ثانية طلب المجلس بوقف محاولات تشويه هوية طائفة الموحدين عبر بعض مواقع التواصل، وقال في بيانه: لا يحق لمن لم يعش سعادة المعتقد والمسلك أن يحاضر في العفة والدين والهوية، ولا يحق لأي موقع أن يفتح المساحات للنقاش حول موضوع الهوية الدينية للطائفة ليصدر أحكاما على هواه، فتلك هي مهمة مشيخة العقل والمرجعيات الروحية. معلنا احتفاظ مشيخة العقل والمجلس المذهبي بحق ملاحقة المسيئين والمدعين ومقاضاتهم ومعاقبتهم إذا اقتضى الأمر. التقى وزير الدفاع الوطني موريس سليم في مكتبه في اليرزي وزير الإعلام زياد مكاري وجرى البحث في الأوضاع العامة. عقد مجلس نقابة مستخدمي التلفزيون في لبنان اجتماعا للتداول بما آلت إليه أوضاع موظفي تلفزيون لبنان، لاسيما لجهة عدم استفادتهم حتى اليوم من التعويضات المؤقتة التي أقرتها الحكومة في المرسوم 13020 على 2024 من بدلات صفائح بنزين ومثابرة، على رغم موافقة ومراجعات وزير الإعلام زياد مكاري المتكررة. وبعد سلسلة الاتصالات التي أجرتها النقابة مع عدد من المعنيين، يعتبر مجلس النقابة أن رواتب المستخدمين خط أحمر لا يجوز التفريط به، ويدعو الجميع إلى التفاعل لتكريس هذا الحق الشهري المقدس. وفي هذا الإطار عقد اجتماع مع وزير الإعلام بحضور رئيس الاتحاد العمالي العام شارل الأسمر، وكان تأكيد على متابعة إنجاز الحقوق وإيجاد أرضية صالحة لموازنة
شاملة للتلفزيون تعطي الحقوق كاملة وتدخل في إطار الموازنة الشاملة للعام 2025 بما يتناسب مع تطور العمل التقني والفني في تلفزيون لبنان، بما في ذلك تأمين صفائح البنزين والمثابرة، إضافة إلى متأخرات من خلال اتصالات ستتكثف في الأيام المقبلة للوصول إلى الحلول المطلوبة. في مجلس النواب جلسة للجنة الإدارة والعدل، والنائب سليم الصايغ يوجه رسالة إلى الرئيس ميقاتي. ناقشت لجنة الإدارة والعدل التعديلات على قانون القضاء العسكري، وتوجه النائب جورج عدوان إلى القضاة بالقول إنه من دون محاسبة المرتكب والخضوع للسلطة أنتم لا تطبقون العدالة، لافتا إلى ما شهدناه في الأسبوعين الأخيرين من جدلية بين هيئة القضايا ومحاكم الاستئناف حول صلاحيات وبقضية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامه. بدل ما نتراشى ونهيك نميع المسؤولية، شو كان أهم لو كل واحد قام بمسؤوليته، وقدي كنت أعطيته أمل لللبنانيين بأنه في أمل ينهض لبنان، لأنه بدون محاسبة المرتكب وبحماية المرتكبين وبالخضوع للمصالح وللسلطة أو بعض السلطة السياسية أو المنظومة السياسية القائمة، أنتوا مش بس ما عم بتطبقوا العدالة، أنتوا عم تضربوا أمل اللبنانيين بغد أفضل. ومن مجلس النواب وجه النائب سليم الصايغ رسالة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي حول المواد الكيميائية في معمل زوقم كايل، نشده فيها تدخل الفوري لاتخاذ القرارات اللازمة لترحيل هذه المواد. لذلك الحالة هي حالة بالحقيقة طارئة وتستوجب قرار من رئيس الحكومة بحكم الصلاحيات المناطة به. الصلاحيات، صلاحية رئيس الجمهورية إذ أن الحكومة انتقلت إليها هذه الصلاحيات وعليها أن تمارسها، وصلاحية رئيس الحكومة كما جاء في رسالتي هي في هذا الأمر كصلاحية رئيس الجمهورية، وهو المحافظة على أمن وسلامة المواطن. وقدم النائب بلال عبد الله إلى مجلس النواب اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي. بأحيانا كثيرة ببلد لا يسمح بتشريح ربما الضحايا، وفي بلد يكثر الحديث الصحيح أحيانا والتشهير أحيانا بأخطاء طبية وغير أخطاء طبية، لذلك وجب أن نعيد النظر بموضوع الطب الشرعي. النائب ملحم خلف وفي بيان من مجلس النواب بعد 500 يوم على وجوده في المجلس أكد أنه سيبدأ وبتعداد عكسي دعوة كل الناس للتحرك لحث النواب على انتخاب رئيس فورا. وبتعداد عكسي الدعوة إلى كل الناس، إلى القوى الحية في المجتمع وخاصة إلى شبابنا وشاباتنا في الجامعات والمعاهد والمدارس الذين يملكون قوة العزم والإرادة إلى التحرك وإعلاء الصوت وعدم الاستكانة، إلى التحرك لحث النواب على القيام بواجباتهم الدستورية، سيما واجبهم الأول بانتخاب رئيس للجمهورية. أفادت الإذاعة الوطنية في ساحل العاج بانهيار مبنى في ريفييرا بالميراي في أبيجان، وأشارت المعلومات إلى أنه تم إنقاذ العاملين اللبنانيين الموجودين في المبنى المنهار وأن الإصابات طفيفة، وعلم أنه لم يسجل سقوط ضحايا في هذه الحادثة. الفنان جو أشقر أطلق أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان بيروت اشتقت لها بحضور وزير السياحة وليد نصار والنائب نعمة فريم وحشد من الفنانين والإعلاميين. بحفل أقيم على خليج لؤلؤة المتوسط جوني وعلى صوت الموج، أطلق النجم جو أشقر أغنيته الجديدة بيروت اشتقت لها بحضور وزير السياحة وليد نصار والنائب نعمة فريم وحشد من الفنانين والإعلاميين. وزير السياحة تحدث عن كيفية العمل لتنشيط السياحة متحدثا عن مهرجانات ستقام بصيدا وصور وعن احتمال إلغاء مهرجانات معالبك الدولية هيدي السنة بسبب الأوضاع.
بيت الدين وبعلبك يعني بالمبدأ حسب الوضع الأمني اللي عم بيصير ممكن يكون في السنة ما ينعمل مهرجانات بعلبك، إنما بقية المهرجانات من سور وصيدا وبيروت للشمال الحمد لله في قسم منا أطلقت أوريدي. بدوره النائب نعمت فريم تحدث عن إيجابية بعد الزيارة الأخيرة للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان. حسيت بإيجابية وفي كتير ناس علقت أنه لا ما هاتك فهمين غلط ولا بيّنت شفتوا شو صار من أربعة أيام لليوم كنا محل نحن اليوم محل، بس لقيت من بعد اجتماعات اللي صارت بلبنان كيف سيقبت بقال من نهار من بعدها طلعت طرح الرئيس بايدن وراها دغري صار في تجاوب بالمنطقة. نحن على تلاقي للنجوم مثل ما بيقولوا معينة معقول كتير تجيب أخبار حلوة على البلد. كما كان لعدد من الحاضرين تهنئة للفنان جو أشقر. شغلة كتير منيحة وإيجابية أنه رغم كل الظروف وكل الصعاب بعد في تجدد، في ناس عم تنشط وترجع تشتغل وتضحي من وقتها لحتى يدل في أمل بهالبلد، وهذه شغلة كتير إيجابية خاصة بعد كل الظروف الصعبة يلي مرقناها. إن شاء الله هيدي الغنية أول شيء تحبوها والفيديو كليب أكيد، وهيدي الغنية بتحكي عن بيروت وجو كتير إنسان وطني بحب بلده بيآمن ببلده، يعني مش عارف شو بده يعمل كرمالتا هيك شوي نحرك نحكي عن بيروت نرجع نفرج العالم الصورة الحلوة تبع بيروت. أحلى شيء بالفيديو كليب هو النجوع عم يسوق هاري ديفيدسون، وأنا كان لقيت فيها وأنا ببين وراه على الفيسبا، بس جو حبيب قلبي وخيي وأحلى فنان عن جد. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.